سلام كبير للفرح. ايوه بقول سلام كبير للفرح والصحبة ويا الجار. نعم وكمان سلام للهنا لما خطر عالدار وسلام. نعم وسلام. احنا النهارده هنتكلم عن الفرح الجناوي الشعب المحر الفرح الصعيدي. الاغنيه اللي سمعناها من الاستاذ عبد الفتاح الشريف دي اغنيه زفه العفشه. كان زمان يجي جهاز العروسه يزف وتلف بيه البلد كلها الزماره والاغاني اللي غناها عبد الفتاح الشريف. العفشه اللي هي الشوار. الشوار. نعم. بس الشوار في الوجه. عشان يفتكروا العفشه. لا الشوار في الوجه البحري. ايوه تمام. انا بقول الجهاز. الجهاز. او اقول العفشه. العفشه. نعم. بناجي الزفه دي كلها بتوري اول حاجه الوضع الادبي والمادي والاجتماعي لابو العروسه. صحيح. نعم. بتوري الوضع الادبي والمادي لابو العروسه. قيمته الماديه وقيمته الاجتماعيه. بتقول لهم العروسه ايه؟ كتري لها عفشه. ده دار حماتها بكره تصبح ورثه. لان طبيعي العروسه هتخش بيت حماتها. وطبيعي الولد عندنا بيتجوز في بيت ابويا حج عبد الستار. نعم البيت الكبير. تمام؟ نعم. فدي اغنيه زفت الجهاز او زفه العفشه. وبعدين ايه في دايما هو ماشي العربيات بالجهاز او الجمال. كانت زمان الناس ترش على الجهاز ملبس منون. حاجه حلوه. صحيح. يوزعوا شربات. نعم. ده تفاؤل بالفرح. فاكر الشربات بتاع زمان؟ شربات الورد. شربات الورد وجمع السكر اللي كانت كده اما كانوا يجيبوا لابو العروسه او لام العروسه. ده صحيح. وده كان من اجود انواع السكر. نعم ده كان يستعمل في الفرح فعلا. نعم الحقيقه الشوار العروسه او عفشه العروسه او جهاز العروسه ده كان فعلا يلف به كنوع من الاعلان عن الفرح. ايوه. على اساس انه كل اللي فايق بيشوفه يقول مين ده؟ ودي مين العريس؟ يسال مين العريس؟ واقول له مين العروسه؟ وده كان فعلا نوع من الاعلان الشعبي للعروس اللي الان بيقتصروا فيه الناس على ليله الفرح فقط. الحقيقة إحنا يعني سعدنا بأن إحنا قدمنا للسادة المشاهدين الفكرة عن عفش العروسة في صعيد مصر، ونلتقي في حلقة قادمة مع البرنامج.